السابق زياد مرود، اهلا وسهلا فيك دكتوره. مرحبا وصباح الخير. يعطيكي صباح الف الخير، عافيه. يعطيكم العافيه. لإلكم بدلكم تضووا على مواضيع مهمه اليوم بالبلد. ايه، لانه من اهم المواضيع موضوع البلديات، ونحن صحيح، بنعرف يعني حضرتك خبيره بالتنميه المحليه والحوكمه، وصار في تدريبات كثيره بالبلديات لحتى كيف بده ينعمل بهالبلديات لتصير افضل شيك مظبوط، وتتحسن وضعها، والتاثير كثير كبير بالسلطه المحليه على البلد ككل. 100% تاكد يعني انه البلديه هي سلطه محليه، هي الجمهوريه المصغره بقلب بلدتنا، فاذا كانت تعبانه فكل الناس رح تكون تعبانه والمواطنين بالذات. بس الوضع اليوم تعبانه، عم بتصارع الازمات كتير. شو وضع اليوم؟ اليوم وضع البلديات يعني الارقام ما رح فوت كثير بالارقام، اذا 20% في تفاوت بالارقام، في تفاوت بس الكل، وبأكد لك انه 100% كل بلديات لبنان تعبانة، كل بلديات لبنان يا عم تفتح يوم واحد يا عم تفتح يومين ثلاثة بالجمعة، نص موظفينا عم تعطيهم فرص تما تقدر تدفع لهم، لأن هي بتشبه الدولة، بتشبه موظفين الدولة 100%. فما عم نحكي في بلديات انحلت كليا، يعني راحوا على البيت ما عم يفتحوا، القائم مقام أو المحافظة عم تستلم إدارة الخدمات بس الخدمات السريعة يعني لا، وحتى لا يعني عم تاخذ ثلاث أربع أشهر تياخذوا ورقة من رخصة بناء أو رخصة فرز شيء معين بقلب البلد، البلدية عم تاخذ معهم اكثر من 3 4 اشهر بس تروح عند القائم مقام. في عنا لهلا حسب وزارة الداخلية فوق ال 118 بلدية منحلي كليا، وعنا اكثر من 300 400 بلدية عم تفتح يوم واحد عم تنقي نهار الاربعاء، والبلديات الكبيرة اللي بعد عندها شوية مداخيل عم تفتح حوالي 3 4 خميس فقط لا غير. ليش وضع مزري دكتورة جوزيفين؟ صغير يعني في الصندوق البلدي المستقل مش عم تاخذ منه اموال، في كمان يعني الجباية ما ارتفعت مثل ما لازم لتحسن وضعها، شرطة البلدية كمان مش عم تكون صحيح. موجودة لأنه هي البنزين مش عم تقدر تأمن، وفي كتير من العناوين اللي عم بتخلي البلديات مكربجة. خلينا نعلن اليوم نحن وياك، رح اقول لك رح نبلش بالصندوق البلدي المستقل اللي لهلا بلديات لبنان بسنة 2023 بعد ما قبضته عم بيفكروا يحولوا له هلا من وزارة المالية تبع 2021 على 1500 ليرة. شو بيعملوا يعني البلدية اللي كانت تقبض حوالي 600 مليون هن 400 ألف دولار بوقتها، يعني رقم كتير مهم. أنا بقى عم بحكي عن بلديتي، هيدا الرقم اللي كنا نقبضه. اليوم 600 مليون عبارة عن 6000 دولار ما بيعبولي مزوت للجرافة تأجروا في تلجاتي. نعم. هيدا أول صندوق البلد المستقل اللي بعد سنتين مؤخرين على صرف دولار 1500 ليرة. يعني كانت قبل خلينا نعلن 100,000 دولار تتقاضى البلدية مش هيك؟ تقريبا حسب يعني هلا صارت الدية تتقاضى 170 دولار يعني حسب حسب كبر البلديات، البلديات حسب قد ايه يعني الفرق عم نحكي الفرق قديش عم بيكون كثير هامش 60 مرة فرق 60 مرة اللي هو رقم كتير كبير ما بيحمله ولا بلدية بلبنان، حتى لو مداخيلها اليوم 100 مليار ليرة ما بتحملها لأنه الرقم صار كتير كبير. هيدا صندوق البلد المستقل. شو عم نحكي اليوم إذا على الجباية؟ اليوم الجباية كنا على كل منزل البلدية تاخد حوالي 50,000 150,000 حسب المناطق تبعها. اليوم 150,000 ليرة عبارة عن دولار ونص، إذا البلدية زادت أكيد زادت بطريقة كمان بدنا نرجع نقول عشوائية بلا قانون بلا وزارة، بحق لها للبلدية لما نقول بحق لها تزيد بدون ما يطلع لا طبعا ما مرسوم بحق طبعا ما بحق لها، ولكن نتفهم البلديات الإجراء اللي عملته. خلينا نحكي ايه معلش نتفهمها بس ما رح نتفهم المسؤول عنها وهو وزير الداخلية طبعاً. والبلديات اللي ما واكب لهلا. طلع وزير الاتصالات وعلى أضعاف وأضعاف، وزير الطاقة فاتورة الكهرباء أضعاف وأضعاف، ليه ما علوا للبلديات؟ يوم الموازنة ضرب 40 ايه الموازنة اللي هلا عم ينعمل فيها، وين وزير الداخلية والبلديات؟ معلي صرنا أكثر من مرة داعيينه يكون ضيفنا لحتى نحكي عن الموضوع، ما للأسف بيطلع. ما بنعرف للأسف ما بيطلع. خلينا نحكي عن هالموضوع ونحكي الأمور مثل ما هي، لأنه ما بقى بدنا نسكت من بعد ما ننتقل إلى غرفة الأخبار وآخر المستجدات بغزة وجنوب لبنان. نحييكم مجددا من إذاعة صوت لبنان، وإلى جديد الأخبار بشأن قطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
أن سلاح الجو هاجم 250 هدفا لحركتي حماس والجهاد في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. في هذا الوقت أعلن الحرس الثوري الإيراني عن احتجاز سفينتين تهربان أكثر من 4 ملايين لتر من الوقود. وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أكد في حديث مع نظيره الصيني وانغ يي ضرورة عمل جميع الأطراف لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط، وأضاف أن الهجمات الحوثية على سفن تجارية في البحر الأحمر تشكل تهديدا غير مقبول. هذا كل شيء، هنا صوت لبنان. شكرا دعاء، كنا مع آخر المستجدات من غرفة الأخبار. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منتابع نحن وياكم نقطع الصدر عبر صوت لبنان مع ضيفتنا خبيرة بالتنمية المحلية والحوكمة الدكتورة جوزيفين صغيف. هنا عم نحكي عن الرسوم كلها، يعني تقريبا معظمها ارتفع إلا الرسوم البلدية. هل هي يعني في خطة أم نسوة أم نسيين البلديات أم في بالأمر قطبة مخفية؟ يعني اليوم كيف البلدية بدها تنتعش السلطة المحلية بدون ما في زيادة رسوم بوقت نزيد على كل شيء؟ وحتى هلأ بالموازنة كمان عم بينحكى 40 هيك عشوائيا. قالوا يلا وزير الداخلية وينه بيعمل مؤتمرات صحفية وبيحكي؟ طب ليش نسيين موضوع البلديات؟ يعني السلطة المحلية تتهاوى بلبنان لمصلحة مين؟ يا ريت نسيين، أنا برأيي متنسيين البلدية عن قصد، لأنه البلدية مثل ما قلت هي سلطة، إذا كانت فاعلة بتكون سلطة محلية بكل معنى، عن جد يعني على الأرض بتكون بكل معنى الكلمة، لأنه بتدريباتكم وبين هلالين منحسن السلطة المحلية بتحسن لبنان طبعا. وهيدا شيء أكيد، لأنه كل ما السلطة المحلية منيحة، كل ما السلطة المحلية عم تعطي الخدمات، كل ما المواطن بيبعد شوي عن الزعيم، كل ما المواطن ببطل يلجأ للزعيم لا ياخد خدماته بيخدها ديريكت من الظاهر، بدهم انه يلجأوا للزعيم. هي أول نقطة. فردا على وزير الداخلية اليوم، لأنا يعني للأسف مضطر أقول أنه لا مسؤول بموضوع البلدية. خلينا نحدد، عم نحكي عن البلدية. أنا عم بحكي عن البلدية. اليوم في مسؤولية كتير كبيرة عند وزير الداخلية لازم تصير بأسرع وقت. واحد، إذا عنا أكتر من 118 بلدية من حلي كان لازم يدعي، وبالمادة رقم 23 نعم في قانون بيدعي، معك شهرين من بعد ما يوصل لك ملف الاستقالات من نصف زائد واحد من المجالس البلدية لازم تدعي فورا لانتخابات بهيدي الضيعة أو بهيدي البلدة بهيدي المدينة. بس بيقدر يفصل عن الموضوع الأساسي، ما صارت في انتخابات بلدية يعني ومددوا للبلديات، بيقولك إذا الانتخابات يعني ما صارت أنا بدي أدعي لانتخابات فرعية. بس هيدي منا حجة، لأنه هيدي قبل 2022، بس نحن عنا استقالات بلديات من 2019 2020 2021، هول كلهم صاروا قبل ما نفوت بآخر انتخابات وتمديد أول انتخابات. فأول 118 بلدية والحبل على الجرار، يعني نحن اليوم البلديات اللي عم تنحل عم بتزيد. في بلديات ما قدمت استقالتها رسميا ولكن ما عم تروح وما عم تجتمع، أكتر من 3 اجتماعات متتالية أعضاء المجالس البلدية ما بيحضروا، يعتبر هذا العضو مستقيل. فمستقيل يعني عنا أكثر من نصف البلديات مستقيلة اليوم عن وجباتها وعن شغلها على الأرض. فأنا بطلب عبر إذاعتكم اليوم أنه يكون في مسؤول جدي، مسؤول وزارة الداخلية تعلن من هم هول البلديات وتعين لهم أيام للانتخابات تترجع الحياة الاجتماعية والبلدية ترجع على الحياة تنتعش. مستقبل اتصال، مين معنا؟ ألو بونجور. أهلا. بس بدي أذكر بموضوع ضمن الحلقة هيدي، الفساد والبلديات وزارة الداخلية. معكم خبر كلكم من أسبوع، انهار حيط من حيطان نهر بيروت يلي على مقربة من جسر الواطي، شقفة من حيطان نهر بيروت بطول 50 أو 100 متر بارتفاع 5 أمتار وقعت. هي على اساسات اوتوستراد يلي بيجي من الدوره على الشيفروليه، يعني شقفه من الحيطان وقعت. هيدا هي على اساس، على اساسات هالشقفه اللي وقعت على اساس حيط الدعم للاوتوستراد، يعني هذا بشكل خطوره على النهر وعلى الاوتوستراد بعدين. نعم، هي مش وزاره الاشغال، عم نحكي عن وزاره الاشغال مش على البلديه. وزاره الاشغال ما معهم خبر،
صار القصة أكثر من معلش يعني متوحشنا لازم يكون معهم خبر. يعني صيانة الطرقات الرئيسية على مسؤولية وزارة الأشغال، نحن عنا الطرق الفرعية هي للبلديات وهيدا. شكرا لك. كمان في عنا اتصال، مين معي؟ نعم راح الاتصال. على كل حال اليوم نحن عم نحكي عن عجز بالبلديات. نقلنا الصندوق البلدي المستقل بعده عم يدفعلن على ما دفعلن، وإذا بده يدفعلن عن سنة 2021 على 2005 ما بيعمل شيء. بس في بعض البلديات أنشأت صناديق هيك على جنب لتغذي حالة من متمولين، من مهاجرين، من سعاة خير، بس ما بتدخلهم بميزانيتها. بالقانون بتقدر على كل حال. رح يكون عنا ضيفنا الوزير السابق لحلك شغلي. هول الصناديق اللي انعملوا بالبلديات كمان برجع بقول اتفهم البلديات اللي بدها تعطي الخدمات للمواطنين تبعها. هيدا الصندوق قانوني اكيد منه قانوني اذا ما بيفوت بحسابات وموازنه، وخاصه هلا بقانون الشراء الجديد البلديات لازم تصرح على كل موازنتها قبل بوقت وتبلش تجيب عروض اسعار قبل بسنه من هيدا. هيدا الصندوق عم ينعمل بالتعاون مع البلديه، ولكن ليست البلديه التي تنشئ هذا الصندوق، عم يتتعاون مع أبناء البلدة من ممولين من هذه البلدة، من مغتربين عايشين برا، عم بيمولوا هذا الصندوق، عم بيحطوا له شروط أساسية وبنود شفافة تيقدروا عن جد. هن عم بيحطوا يعني مخص البلدية. لحلك شغلة. كيف يعني هي بتصير بلدية بالقانون؟ لا عملوا مثل المدارس هيك عندهم صناديق. البلدية لا لا صناديق صارت ماشية. للأسف للأسف، لأنه عم نرجع على الحرب وعلى الأيام القديمة أنه في صناديق وكل صندوق ما بنقدر، ما بيكون شفاف كل صندوق، مين بيحط فيه مين بيشيل منه ما بنعرف. ولكن البلدية اضطرت لأنه ما عم يجيها مداخيل لا من صندوق ولا حتى من الجباية، وجباية عم تكون بأغلب بلديات لبنان أقل من 50%، وهيدا شيء بنقص في بعض البلديات فقط اللي عم تقدر تجبي أكتر من نص القيمة. لهيدا السبب هيدا الصندوق ليس قانوني إذا البلدية أنشأته. البلدية شو عم تعمل؟ عم تدعي الممولين، عم تدعي الجمعيات المحلية، هن ينشؤوا تساعدوها، هن ينشؤوا تحت إشراف البلدية تيقدروا يطلعوا من النظام والقانون إذا بدك، لأنه ممنوع بالقانون يكون في هذا القانون. يعني السبب هو الميزانيات اللي ما عادت عم بتكفي البلدية، يعني في كتير من النفقات البلدية مش عم تقدر تدفعها للأسف. كيف إذا انحلت على الخط مباشرة عضو بلدية الجديدة البوشرية السيد نزيه يسبك؟ أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شو وضعكم يا أستاذ نزيه؟ شو الوضع على مستلم القائم مقام والمحافظ؟ شو وضع البلدة نتيجة الخلافات اللي صارت بهالبلدية؟ لا لا, لا هذه لا ينطبق، لأنه نحن بالبلدية الموظفين كلهم عم بيشتغلوا عادي. أي الجباية ماشي كتير منيح، بس عنا كان مشكلة صغيرة هي القرار اللي اتاخد بإضافة 60 مرة على الرسم البلدي لغير السكن. صار في اعتراض من أصحاب المؤسسات التجارية والمحلات، وسعادة المحافظ هو اللي ممولج بقضايا البلدية عم يدرس الموضوع لأخذ القرار المناسب. يعني في خلافات بس 60 مرة مش رقم كبير؟ انتو يعني هيك طلعتوا لوحدكم بستين مرة؟ ما هيدا مرسوم بيطلع عن وزير الداخلية والبلديات. لا لا مش نحنا، مش نحنا، سعادة المحافظ لأنه هو المولج بها. بيقدر قانونا سعادة المحافظ في وزير؟ منشان هيك صار في اعتراض، ومنشان هيك وقف هيدا. هلأ أني عم يشبه السكن إضافة 10 مرات والجباية منيحة عم يدفعوا الناس، يعني عم يدفعوا الناس 10 إضافات. هلأ من بعد هالحلقة ما بعرف إذا رح يضلوا يدفعوا. إذا عرفينا أنه غير قانونية، إذا عرفينا غير قانونية يعني لا في ما بعرف إذا نزعنا لكم نصة يعني. لا لا الإضافة إضافة إضافة 10 مرات على السكن كلها عم بيتقبلوها المواطنين. منطقية هي منطقية، بس معلش يعني إنه ليش ما ليش ما بيصير شيء قانوني؟ ليش بدنا نضلنا نلو فيك تحت القانون وفوق القانون وحد القانون؟ انه ليش ما بيصير؟ وهذا سؤال لك مثل ما صار في بس ضربوا ال1005 وصارت 15000 بمصرف لبنان، وهيدا ال15000 كانت رسميا لانه مصرف لبنان هو تابع للدوله اللبنانيه. ليه بوقت الدوله اللبنانيه ما قالت وبلغت كل البلديات ببيان
خاص للبلديات انه الجباية ستحصل على ضرب هذا الشيء ما صار 10 مرات وهذا الشيء ما صار وتركت وزارة الداخلية كل بلدية انا بعرف بلدية عم تجبر اليوم ضرب 20% ضرب 20 مرة سكن شيء وتجارة شيء مواقع مثل ما بيقولوا مواقع تجارية شيء هذا ما من لازم يحصل بدولة مثل دولة لبنان ومفروض على وزارة الداخلية بأسرع وقت قبل موازنة 2024 لأنه نحن هلأ بصدد وضع موازنة 2024 بالبلديات البلديات رايحة على زيادة ضرب 50 و60 مرة وهذا شيء غير قانوني حتى في بلديات بلشت تقبض دولار كمان بالقانون هيدا لا يجوز ونرجع منقول نتفهم البلديات ولكن على وزارة الداخلية تتحمل مسؤولياتها وعلى وزارة الداخلية تحدد قدي لازم نضرب بثمانة بعشرة بعشرين ولكن يكون في سعر موحد لأنه المواطنين هن مثل بعضهم ما في مواطن بسمنه ومواطن بزيت مواطن بيدفع بالدولار ضرب 20 مواطن بعده عم يدفع ضرب 8 مرات يعني هيدا عدم المساواة السائدة عضو بلدية الجيد البشرية السيد نزيه يزبي كله ماشي ولو انحلت البلدية بإيد القائم مقام والمحافظ ما هيك؟ بالنسبة لنا نحن أكيد ما مش عم نبالغ يعني الموظفين كلهم عم يشتغلوا شغلهم من يدير فإذا مني تبعين هلأ للمحافظ للمحافظ المحافظ مكلف لجنة برئاسة دائرة المالية رئيس دائرة المالية الإفادات بالبلدية كله بيمضيها هو إلا إفادتين بيمضيهم المحافظ في دراج بيطلع لعنده أسبوعيا وبيمضيها المعاملات هلأ في عنا المشكلة المهمة هي قصة الشراء هون المشكلة يعني هون في تأخير وكيدية يعني مثلا شراء المحروقات للآليات بتتصل فيه بالبلدية بيقولوا لك صيانة الشرطة الحراس ما هو بدون محروقات للآليات نعم بدون لجنة من البلدية بدون لجنة من البلدية لجنة الشراء بدها تكون مؤلفة من 3 أشخاص اللي هن عم يشرفوا على شفافية هذا هذه العملية الشرائية لأنه بلا ما يكون في عندك لجنة عم تشرف وإلا خلي محافظ واحد يشرف على كل الشغل وهو يشتري هو يستلم هو يبيع ما نحن فتنا بهيدي الدوامة يعني بطل حدا عم بيراقب حدا وهون بيصير one man show شخص واحد هو مسيطر هو اللي بيشتري هو اللي بحط الأسعار هو اللي بيستلم المحروقات فمفروض أنا برأيي اليوم تضغطوا على المحافظ سيعمل بنصابة وتصير الأمور القانونية مثل ما لازم وزارة الداخلية وزارة الداخلية الحوينة هي السلطة هو الحدا لازم يتدخل نحن مشان هيك عملنا كتاب وهلأ ني بين اليوم أي ما تعملت كتاب هلأ جديد يعني كتاب لا كتاب بغير هذا الموضوع كتاب جديد أكيد نحن مرتين وثلاثة قبلنا سعادة المحافظ وحطيناه بالجو اللي المزري بس نحن عم نطلب انه من الدولة اجراء انتخابات سريعة ليش بدهم يربطوا انتخابات البلدية بالوضع العام ما عم بفهم ما نحن كمان يعني شهرين بعد الاستقالات فقط ماكسيموم شهرين يعني لحدود الشهرين على وزارة الداخلية تعلن انه في انتخابات بهذه البلدية على كل حال نحن بنشكرك عضو بلدية الجديدة البوشية السد نزيه يزغس ما قلنا ليش الخلافات صارت يعني هل يعني اليوم بهالبلدية شو صار هل الجبنة هي السبب التقاسم مع جبل بعض كيف وصلت يعني بلدية الجديدة الى هالوضع بس تختصر لي هذا القانون لانه بس يضل رئيس البلدية 20 سنة كثير يعتبر انه هالبلدية مؤسسته وقرارات استنسبية ومنفعة شخصية وهيك للأسف يعني خلافات مادية صفقات شو صارت؟ لا ما في خلافات مادية ولا صفقات شو في؟ في قرارات استنسبية حاشي حول منه هن بدهم يستفيدوا من كل الأشغال اللي عم بتصير وهالمجلس البلدي كان كل عمره مثل الخلية النحل في لجان عم تشتغل في قرارات تتناقش بالمجلس بتتنفس إلى أن صارت كل هاللجان وصارت كلها قرارات استنسبية ومنفعة شخصية وهي ومشان هيك تداعوا كل الأحزاب يعني كل الشباب اللي استقالوا هال 11 واحد كلهم ما رجعوا لمرجعياتهم السياسية عن قناعة استقالوا لأنه ما عادش مقبول اللي عم بيصير بالبلدية وما في انتخابات وما في انتخابات على كل حال نحن بنشكرك نزيه يزبك عضو بلدية الجديدة البوشرية السد رح ننتقل فورا إلى غرفة الأخبار مع آخر المستجدات
نحييكم مجددا من إذاعة صوت لبنان، وإلى جديد. التطورات في قطاع غزة: تحاصر آليات إسرائيلية منذ أمس منزل قائد حماس يحيى السنوار في خان يونس. وأعلنت سرايا القدس عن استهداف قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة مضادة للأفراد في محيط مسجد الظلال في شرق خان يونس. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية من جهتها أن واشنطن طلبت من إسرائيل زيادة كميات الوقود لغزة فورا. هذا كل شيء، هنا صوت لبنان. كنا مع آخر الأخبار من غرفة الأخبار. أصدقاء المشاهدين والمستمعين، نتابع نحن وياكم بموضوع البلديات. عادة يعني سؤال شامل جديد، كل بلدية بتنحل بدها حلقة لأن الاتهامات كتيرة، وبالآخر بيضيع الموضوع عند القضاء، ما بيوصل إلى لازم يوصل له، بيخسر المواطن وبيخسر المواطن. ليش عم بيصير هالخلافات بهالشكل داخل البلديات اللي عم بتأدي إلى انحلال البلديات بشكل عام؟ يعني طبعا في عناوين كثيرة. لحقلك البلديات تقدر تشتغل مزبوط لازم يكون في مراقبة، مراقبة صارمة من المواطنين بالأول، وإشراك المواطنين بصنع القرار ضمن البلدية، يعني يكون في لجان مشتركة مع أهالي المنطقة والمواطنين والبلدية تيدل في هالمراقبة الداخلية من المواطنين. بس هيدا مش عم بيصير. هيدا ما عم بيصير. وتاني نقطة، هيدا بالقانون بيلزمون هالشيء؟ لا ما بيلزمون، ولكن هيدا بعض اقتراحات وزارة الداخلية من أيام ريا الحسن، من أيام دكتور زياد بارود، كان فيها الاقتراح أنه اللجان تكون لجان مشتركة، ونازلة بالقانون انه اللجان فيها تكون مشتركه فقط عضو او عضوين من مجالس البلديه. هول اللجان المشتركه من المواطنين بيصير في مراقبه داخليه بسموها internal audit اذا بدك، وفي المراقبه الخارجيه اللي لازم وزاره الداخليه تكون عملتها. ويكون عندنا اليوم فقط 19 مراقب عام على 1100 بلديه اليوم بلبنان. هول ال 19 مراقب عام ما بيلحقوا على كل بلديات لبنان، لهيدا السبب مفروض نبلش نزيد المراقبين العامين، ونبلش العلاقه تصير اقوى مع وزاره الداخليه، ويصير في اسبوعيا او شهريا تواصل بين الاثنين. نحن مش منزهين، نحن عايشين ببلد في سلطة سياسية تتحكم بالانتخابات البلدية. صحيح. مش هيك؟ وبتوضع ايدها على البلدية وبتسيرها مثل ما بدها. مش التوك ببلش منه؟ صحيح. يعني في فمي ما مثل ما بيقولوا، لا بدنا نحكي الأمور مثل ما هي. لحقلك السلطة المحلية اليوم مفروض تكون سلطة مستقلة كليا عن أي أحزاب سياسية وعن الألو من أي قاضي، من أي وزير، من أي نايب، تعن جد تقدر هذه البلدية تقدر تعطي الخدمات لكل المواطنين بطريقة متساوية. إذا هذا هذه البلدية فيها كل الأحزاب هذا شيء جيد، أنا ما بلاقيها شيء عاطل، ولكن على البلدية تقدر توفق بين الكل وتمشي بالقانون وتعطي الخدمات بطريقة متساوية. رئيس اتحاد بلديات شرق بعلبك المهندس علي شكر، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. يا هلا فيك وبجميع المستمعين. شو وضعكم؟ شو وضع البلديات اليوم بالبقاع وخصوصا بعلبك الهرمل؟ هلا وضع البلديات بالبقاع مثل كل المناطق او اغلب المناطق بلبنان منا باحسن حال، وعم يدفعوا ثمن سياسه الانماء اللي موجوده بعهود طويله، وهلا الثمن كان كتير غالي. نعم الثمن غالي. يعني شو وضعكم اليوم؟ في بلديات منهارة، في بلديات مش قادرة تكمل، في بلديات تساعد من أحزاب، من سلطة سياسية مثلا؟ إذا بدنا نقول أنه إذا بعد في بلديات حاليا عم تقدر تستمر بالأعمال اللي هي بالحد الأدنى، عم نحكي بعدها موجودة عم تكون عم تقوم بالأعمال المطلوبة بنتيجة مساعدات إن كان من أحزاب أو جمعيات أو هيئات، لأنه الموازنات من صندوق البلدي المستقل خاصة بمناطق الأطراف ما عاد تكفي لموظفين. يعني مش أكثر. شو يعني مساعدة أحزاب؟ يعني مساعدة أحزاب يعني بيكون هي إلى الكلمة الفصل بالبلدية، مش هيدا كمان يعني ما بيعطي هامش تحرك مثل ما لازم للبلديات؟ خلينا نقول بهذا الموضوع عم يكون المساعدات يعني بأغلب الأحيان
ما بتنرفض من اي حدا. يعني الهدف من هاي المساعده هو المساعده بالعمل العام. نعم. يعني ما في بلديه عم تكون بتتقدم لها مساعده من جهه او من هيئه بغرض المساعده بتخطي هذا الواقع عم تكون مرفوضه. يعني هذه المساعدات اسمها غير مشروطه؟ غير مشروطه اكيد. اكيد. والمجلس البلدي كله عم بيوافق على الهبه اللي عم تتقدم؟ نحن بالقليله بمنطقه معلبك الهرمان في جمعيه العمل البلدي عم تكون بشكل رئيسي عم تساعد بهذا الموضوع، خاصه بموضوع الخاص بتماس مباشر مع الناس. يعني عم نحكي موضوع المي، مي الشرب، عم نحكي النفايات، عم نحكي موظفين خاصة بهذا الظرف. نحن بموسم شتاء، في عندك موظفين بحاجة لتدفئة، في عندك مراكز بحاجة أن تكون كرمال مراجعات المواطنين تكون فيها تدفئة. فهي هي النقاط الرئيسية أو المفاصل الرئيسية اللي عم يكون فيها هذا الموضوع. نعم. اليوم شو التداعيات على خدمات المواطنين؟ هالمساعدة عم تعمل فرق يعني عند المواطنين؟ خلينا نقول بالقليلة عم تخلي المرفق العام يضل مستمر، هذا هو الهدف الأساسي. يعني نفايات، كهرباء، طرقات، إماء، ماي. والدليل أنه نحن بمناطق معلبك الهرمين خلينا نقول مقطعين بموضوع النفايات، بالوقت اللي بمناطق تانية عم بيكون هذا الموضوع كتير ضاغط وعم بيكون دايما عم بيكون بانحدار. احنا بعدنا محافظين على مستوى خلينا نقول مقبول. رئيس، الجباية تبعكم قديش عم بتكون؟ يعني في جباية عالية؟ لانه عم نسمع انه ببعلبك الجباية عم تكون كتير واطية، الناس ما عم تدفع. يعني هيدا انه عم تحصلوا جبايات الناس عم تدفع؟ هلا بدنا نفرق اي انواع من الجبايات، اذا جبايات خاصه بالمي او خاصه بالبلديات او بالكهرباء. لا، على القيمه التاجيريه عم نحكي نحن. على القيمه التاجيريه، خلينا نقول بهذا الموضوع قبل الازمه الاقتصاديه تقريبا خلينا نقول بالبلديات الكبرى اللي في عندها تقل وصل الموضوع ل 70% و80% ببعض الاماكن. للاسف انه نحن بالمناطق الاطراف، معلبك الهرمين هي من الاطراف، اعتماد المواطنين هي على وظائف الدولة أو الأسلاك السلك الأمني أو بهالمجال هذا. لما القيمة الشرائية للمواطن صارت متدنية، عم بحكي القيمة النقدية تبع المعاشات أو المستحقات اللي عم تكون، هذا عم ينعكس على أنه يكون الجباية عم تتأثر بهذا الموضوع، خاصة أنه المكلفين اللي موجودين هن الأغلبية من هالفئة. الرئيس انتوا زدتوا يعني سوري انا عم معلش انا عندك الملمه بموضوع البلدية الجباية. يعني نحن كنا مثلا نستوفي 100,000 على كل شقه، اليوم قد ايه عملتوها؟ ضرب 8 ضرب 20؟ هذا سؤال مشروع، لانه بكل منطقه عم بتحط رقم. بهذا النقطه حقيقه الموضوع عم بيكون اجتهاد، كل مجلس بلدي بهذا الموضوع عم بيكون عنده اجتهاد حسب المعطيات اللي موجوده ببلديته. في بعض البلديات من السنة الماضية رفعت 4 أضعاف، في بعض البلديات رجعت السنة كمان رفعت الموضوع. ما في معيار، يعني مثلا في مناطق من لبنان وصلوا لفوق 60 مرة. فبهذا الموضوع خلينا نستعمل عبارة ما بعرف قد بتطلع مظبوطة، كل واحد عم يفتي من عنده. هيدا الشيء غير قانوني وغير مسموح. خليني اوضح هالنقطة. نعم. نحن رجعنا مرجع قانوني بهذا الموضوع. في بعض البلديات عم تكون مستندة لرأي بديوان المحاسبة، بيقول انه البلدية كمجلس بلدي بحق له انه يفرض الجباية بالرقم اللي هو بلاقيه مناسب. في رأي تاني، يعني ما كان هذا الموضوع كان ببلدية، بعتقد يمكن ببلدية جديدة هي تحت إدارة المحافظ، رفض هذا الموضوع. نعم. يعني انتو بلد كل، فينا نقول كل بلدية فتح حسابه. هلا ما في انا اقول هاي العباره، بدنا نقول كل بلديه عم بتقول. ما تجملها. هلا انا دوري بهذا الموضوع انه اقول انه كل بلديه عم بيكون عندها اجتهاد، ومفترض انه مجلس الشورى الدولي او ديوان المحاسبه اللي هن معنيين بهذا الموضوع يبتوا، لانه المواطن عم بيكون بحيره من امره. تصور انه في بلديات من لبنان عم تكون متقاربه من بعضها عقاريا، عم بيكون المكلف عم يدفع بكل منطقه رقم مختلف، ومرات عم بيكون مضاعف عن رقم الثاني. هون الخطا الكتير كبير. ريس بنعرف شغلك وبنعرف قديش عم بتجربه، ولكن اليوم هيدا الشيء ما بيصير. لازم نحن كبلديات لبنان نضغط على
وزارة الداخلية تثبت قبل موازنة 2024 خاصة بقانون شراء. طب شو بيقدر يعمل لوحده دكتورة جوزيفين؟ هيدا لا مش نضغط، هو وزير الداخلية هو لازم يطلع المراسيم يعني المعقولة انه لازم يدفعوها المواطنين عن القيمة التأجيرية وغيرها. يعني ليش بدهم يضغطوا البلديات انه ماشي حالهم وكل وحدة عم تاخد يعني اللي بدها اياه؟ فاذا شو بده ضغط وزير الداخلية ولا بده هو لازم يتصرف ويطلع المراسيم المطلوبة؟ وليش بدنا نروح على ديوان المحاسبة وعلى مجلس شورى الدولة؟ في اكثر من قرار يطلع عن وزير الداخلية ويوضع نقطة على السطر بهالموضوع. جاوبني على هالسؤال قبل ما ننهي. بس حتى بهذه النقطة بالتحديد، المجلس البلدي أو كل بلدية بمنطقتها هي دولة قائمة بحد ذاتها. نعم نعرف هالشيء، بس أنتوا تحت سلطة وزارة الداخلية والبلدية. هو وزير وصاية بهالموضوع. نعم. ما فينا نجي ننكر إنه البلدية هي سلطة محلية، وخاصة إذا كنا عم نحكي بتطوير العمل البلدي، لأنه البلديات عم بيكون بهذا الموضوع بمطاري عم يتاخد كتير من صلاحياتها، سواء كان عن طريق الوصاية أو غير وصاية. إيه بس معليش ما في قانون. يعني اليوم ننط على القانون ومنقول إنه ما كمان بهذا الموضوع صار الموضوع فضفاض شوي، لأنه مثل البلديات مثل أي مؤسسات عامة عم بيكون موضوع الاجتهاد بالجباية أو بالضرائب عم بيكون اجتهاد. يعني نحن بلشنا بالبلدية قبل ما نبتها رسميا، سو بلشنا انه البلدية تستقل عن. ما عاد عندنا وقت كثير، خلينا ننهي معك تفضل. بس اذا بنرجع للقانون بيقول انه الضريبة لا تقر الا بقانون. ايه وهذا مش عم يتطبق بغالب. ايه بس مش عم يتطبق مش معناه نطفئ القانون. ايه 100% 100% انا متفق معك بهذا الموضوع، ولكن بعتقد انه ضروري انه ينحط بهذا الموضوع معيار لحتى ما تضل المواضيع. مشان هيك التوجه اليوم الى وزير الداخليه والبلديات. بدنا نكتفي بهالقدر. شكرا لك رئيس اتحاد بلديات شرق بعلبك المهندس علي شكر. رح تنضم لنا السيده ريتا خليل. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. سؤال، شو تداعيات لما بتنحل بلديه على المواطنين او البلديه اللي ما بتقوم باعمالها المطلوبه منها انمائيا وخدماتيا وصحيا وبيئيا على المواطنين؟ سؤال واحد واعملي معروف بتعطينا جواب عليه. هي اهم دور من ادوار البلديه هو الدور الانمائي. البلديه وجبتها تقدم مشاريع انمائيه على صعيد الزراعه السياحه البنى التحتيه والاصطياف، كل هولي وجبتها للبلدية. ولما البلدية تغيب وتنحل كل هالفرص الإنمائية بتخسرها البلدية، وبتوقف كل الأعمال اللي ممكن تنمي وتفيد البلدة، وبتختصر كل أعمال البلدية بالقائم مقام اللي دوره إدارة بحت، يعني دفع الرواتب وما إليه. حتى لو استوفى الضرائب بفوتوا على خزينة البلدية وما بتكون لأي تصريف أعمال تعود بأي إفادة للبلدة. كما أن وجود البلدية بتساعد بحل الأمور الطارئة، يعني قائم مقام منه على تماس مع متطلبات البلدة، ما بيقدر يشوف كل بلدة شو هي. القضاء كبير وعنده مسؤوليات كبيرة. انحلال البلدية يعني وقف كل المشاريع اللي ممكن تفيدها للبلدة. كما أنه موارد البلدية أوقات ما بتكفي، خاصة بظل هالأزمة الاقتصادية اللي قلنا نحن حوالي الأربع سنين عم نمر فيها. مشان هيك وجود رئيس وأعضاء للبلدية بيتحركوا وبيجيبوا تمويل وبيستقطبوا هبات كمان. في ناس ما قدرت تعالج، في ناس وقفت فقدت وظيفة. البلدية دورة توقف حد الناس بهيك أيام صعبة. غياب البلدية البلدية بتخسر كل هالأشياء اللي عدت لك إياها. القائم مقام ومشكور دايما يعني. معلش أنا تشكرات ما بحب الحلقة لأنه هيدا واجباته وقال واجباته لازم يعملوه. على كل حال نحن بدنا نشكرك ريتا خليل، يعني أعطيتينا لأنه المواطن كمان لازم يقول كلمته بهالقلقة. شكرا لك. هلأ رح ننتقل إلى غرفة الأخبار مع آخر المستجدات ومنتابع مع ضيفتنا اليوم الدكتورة جوزيفين زغيب خبيرة بالتنمية المحلية والحوكمة. أحييكم مجددا من صوت لبنان وإلى جديد الأخبار في قطاع غزة، حيث تتواصل الحرب وتتوزع بين مشهدين. في شمال غزة لا تزال بعيدة عن الاكتمال بحسب ما قال مسؤولون إسرائيليون للواشنطن بوست، وفي الجنوب حيث يقدر مسؤولون أمريكيون أن تستمر لأسابيع عدة. وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي
عن الحاجة إلى شهر من العمليات البرية لإتاحة الفرصة لعملية تبادل جديدة. في هذا الوقت أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة أن شمال القطاع بالكامل أصبح دون خدمات صحية. هذا كل شيء، هنا صوت لبنان. كنا مع آخر الأخبار والمستجدات من غرفة الأخبار. أصدقائي المشاهدين ومستمعين، بتابع نحن وياكم نقطة على السطر عبر إذاعة صوت لبنان مع خبيرة بالتنمية المحلية والحوكمة دكتورة جوزيفين صغيب. هل نحن عنا عدد فائض من البلدية؟ ما بدها هالقد القصة، لازم أن يكون في عدد بلديات محدود وتشتغل مثل ما لازم. حطيت الأصبع على الوجع 100%. اليوم ببلد صغير مثل لبنان 10452، وحتى لهلأ ما بنعرف المساحة تبعه، بس أنه لا يتخطى إذا بدك 10000 كيلومتر. 10000 كيلومتر بأربعة مليون نسمة، أوكي أكيد عنا بعض اللجوء وبعض الناس اللي موجودة على الأرض، ولكن لحقول 6 مليون نسمة. 6 مليون نسمة على 1100 بلدية، أكتر من فرنسا كلها على بعضها. ضروري اليوم كل 4-5 بلديات عند اليوم عنا بلديات عندها موظف واحد وما عم يجي، فهول البلديات بدها تجمع بعضها، تجمع مواردها، القوة تبعها، إراداتها، ويكونوا مع بعضهم ببلدية واحدة. لبنان يتحمل ماكسيموم 300 بلدية، و300 بلدية بدها تتقسم بكل أقضية لبنان. ما معقولة بقضاء مثل كسروان عنا 57 بلدية، عندك أكثر من النصف ما عم يجتمعوا ولا مرة، ما عم يجوا على الجلسات، ما عم يطلعوا على المجالس البلدية، شرطة واحد. طب بحق لهم بالقانون لو كان الوضع المادي المزري يجتمعوا كل البلديات مع بعض؟ طبعا بحق لهم، مشان هيك الاتحادات. مش قصدي بحق لهم ما يجتمعوا ويسيروا أمور البلد رغم كل الوضع، بدهم الحجة هي مالية، ما في أموال، ما في مجلس البلدية مرة كل شهر، كل 3 غيابات من مجالس من عضو مجلس البلدية بيطعن بعضويته. الوزير البلديات طبعا الوزير الداخلية السابق، وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. كيف تنوال؟ صباح خير لك ولصديقة جريفين ولكل اللي عم يسمعونا. يعني وين القانون أو وين البلديات من تطبيق القوانين، ووين وزارة الداخلية والبلديات من تطبيق قانون البلديات؟ أنا كنت عم بسمع شوي اللي قالته الرفين وأنا معها بموضوع عدد البلديات الكبير يلي ببلد مثل الأردن يلي أضعاف مساحته مساحة لبنان، كانوا عندهم 240 بلدية نزلوا هلأ لتحت 100، لأنه توحيد البلديات أو تجميعها هدفه تعزيز الإنماء، لأنه بالآخر تحولت البلديات بلبنان يعني شوي صارت من قبيل أنه واحد عمل مصاري بده يعمل رئيس بلدية. مش عم بعمم، بس أنه في كثير من الحالات شفنا بلديات صغيرة ما قادرة تنتج، ما قادرة يكون عندها مدخول كافي. قبل 97، قبل ما يعدلوا القانون بال 97، كان في شروط لإنشاء بلدية، يعني وزير الداخلية ما كان عنده سلطة استنسابية ينشئ مثل ما بريد، كان عنده شروط حد أدنى من المداخيل وحد أدنى من عدد السكان. اليوم من بعد 97 ما عاد فيه ولا شرط، مشان هيك طلعنا لحوالي 1100 بلدية اليوم، يلي هو رقم مبالغ فيه كتير وما بجوز يكون هالقد. الموضوع دائما موضوع القانون يستعمل لمطرح تاني، يعني ياريت كل القوانين تتطبق مثل ما لازم تتطبق، وياريت كل القوانين تنعمل على قياس مصلحة البلد مش على قياس زبائنية معينة، وعلى قياس يعني نوع من التدخل السياسي خليني أقول بالسلطات المحلية. فالمشكلة هون بعتقد بلشي البلديات عندنا هي خلية أساسية لازم نحافظ عليها. البلديات عندها دور هائل على المستوى التنمية المحلية. البلديات هي تمثيل مباشر، خلينا نحكي كمان بالحالة الديمقراطية السياسية المباشرة، البلديات هي أقرب فيه للناس، وبالتالي لازم نحافظ عليها، ما لازم نخلي هالتجربة تتراجع. هاي تجربة نجحت بحدود كبيرة. خلينا نتذكر انه بكوفيد خلال كورونا البلديات لعبت دور اساسي مع وزارة الصحة ومع غير ادارات رسمية، يعني ما كانوا قادرين يكونوا محليا بقدر ما البلدية قادرة تكون محليا. وجوزيفين تعرف لانه هي عضو بلدي تعرف تمام قد ايه البلدية فيها تكون مساهم اساسي، وفيها اذا انعطت
الامكانيات مش صلاحيات، لانه صلاحياتها هايله. اذا بنطلع على قانون البلديات، صلاحيات رئيس البلديه يعني حاكم بامره على المستوى المحلي، والمجلس البلدي كمان عنده صلاحيات كبيره، ولكن المشكله دائما هي بالامكانيات الماليه. ايه بس اليوم بحجه الامكانيات الماليه، معليت معالي الوزير، بحجه الامكانيات الماليه ما بنحضر وما بنطبق القوانين وبنعمل صناديق ومثلا. لا نوال ابدا ابدا ما عم بري، بس انا عم بقول بالمطلق في للازمه الحاليه، عم بحكي قبل الازمه قبل 2019 البلديات مش كل، لانه عددها كبير وفي بلديات صغرى ما قادره تعين اكثر من شرطي بلدي، ما قادره تعمل الشغل الهائل اللي فيها تعمله، مشان هيك عم بقول صلاحيات ممتازه، مش بحاجه لصلاحيات اضافيه. نعم. نعم. بس اكيد بحاجه لواردات اضافيه تتعزز هالبلديات بانه تقدر تشتغل. بعد الازمه الوضع اسوء، علما انه هلا زياده الرسوم والعلاوات البلديه كمان طارح اشكاليه، لانه الدوله العليه ما بدها كانت تعطي يعني تعمل دوره بانه تضبط هيدا الموضوع، في بلديات زادت 10 اضعاف، بلديات 20، بلديات 40، بس ما بيحق لنا بالقانون. مين بيقول كيف؟ في رأي لديوان المحاسبة بده واحد يرجع له، بس كمان حتى رأي ديوان المحاسبة ما بعتقد بيقدر انه يعدي القانون. في عنا قانون الرسوم والعلاوات البلدية من سنة 88، هيدا قانون ما فينا نتخطى، ما فينا ما نطلع عليه، واليوم عامل اشكالية، ناس بتدفع ناس ما بتدفع. عاكل حال تسألي البلديات بيقولك نسبة الجباية تدنت، يعني زدنا الرسوم بس نسبة الناس اللي عم تدفع صارت أقل بكتير، فشو عم نعمل؟ هيدا الموضوع بحاجه لتدخل تشريعي، هيدا ما فينا نتركه كل بلديه. شو دور وزير الداخليه والبلديات؟ خليني اقول لك انه وهي قناعه عندي انه ما لازم تكون وزاره الداخليه وزاره وصايه على البلديات، على كل حال قانون البلديات لا قانون البلديات من 77 يعتبر وزاره الداخليه سلطه رقابه مش سلطه وصايه، وهيدا خطا شائع. بنفكر انه البلديات تابعه للداخليه، ابدا، البلديات سلطات محليه منتخبة وعندها استقلال مالي وإداري كثير كبير بالقانون على الأقل. فوزارة الداخلية عندها سلطة رقابة ما عندها سلطة وصاية. من يجب أن يتدخل لضبط الرسوم المتفاوتة؟ مجلس النواب، هيدا موضوع بحاجة لتشريع. في 77 من بعد الأزمة دخل مجلس النواب، عالج موضوع الإيجارات، عمل قوانين خاصة، عمل نحن ما فينا نترك كل بلدية هي تستنسب قد ايه بدها تزيد رسوم، لأنه هيدا في تداعيات على المواطنين طبعا. بعدين ما في مساواه بالاخر، انه ليش في بلديات بدها تزيد، بلديات لا، بلديات 40 ضعف على بس ناسيين هالموضوع، النواب التشريع ناسيين هلا بحجه انه علما انه اسمحي لي اقول لك البلديات ما بتندم انه عم تزيد، لان ما فيها بقى تشتغل بالرسوم. عم يعملوا صناديق يعني ما بهم شيء، بيعملوا صناديق مش كلهم، البلديات اللي كانت تقبض بالسنه من البيت 300,000 ليره كانوا يعملوا 200 دولار. ليه ما عملنا انتخابات بلديه 4 دولار؟ ما عملنا لانه بعتقد السلطه السياسيه بالاخر دائما بتفضل ما تعمل انتخابات ان كان نيابيه ولا بلديه. تاخذك شو صار من 67 لل 98 ما التغيت الانتخابات البلديه وكانت تتاجل. شو كان في بال 67؟ اجلوها قبل حرب الستيات، اجلوها قبل ما تكون في النكسه، وضلوا ياجلوا فيها لل 98 لوقت ما صار في طعن امام المجلس الدستوري بال 97 واجبرهم انه يعملوا انتخابات. نعم. السلطة ما بتحب الانتخابات بصراحة. وبموضوع البلديات، البلديات هي حالة محلية كتير قوية، وممكن انه يكون عندها صوت مختلف عن الأصوات التقليدية اللي بتعرفي. هي مقصودة عدم إجراء الانتخابات؟ يعني في مؤامرة يعني بهالقصة أم فعلا لوجستيا وماليا مثل ما بيحكي؟ ما بحب نظرية المؤامرة، ما بحب نظرية المؤامرة. ماليا الموضوع يعني هيدي تمن تأجيل الديمقراطية المحلية أكبر بكثير من أي كلفة بدها تنعمل على البلديات. لا الموضوع ما بيجوز يكون مالي، هذا استحقاق أساسي، هذا استحقاق قانوني، هذا حق للناس. الوكالة الشعبية اللي انعطيت انتهت، ما بيقدر مجلس النواب يضل يمددها على ذوقه مثل ما بيريد. والحجج برأيي ساقطة، هيدي كلها حجج لتجنب انتخابات قد تاتي بما لا يعجب السلطه احيانا. هي من الاخر يعني عندك دكتوره جوزيفين جسر، عذرا يعني عم بكون كثير صريح. الحل اليوم يعني انا دائما من بنحكي بالمشاكل، والمشاكل بدنا كتير حلول. شو الحل؟ مضبوط، الالف بلديه رقم كتير كبير، ولكن اليوم ما رح نقدر ناثرهم بوجود
مجلس نواب ما عم بيشرع بكل بوجود عدم وجود إذا بدنا نقول رئيس جمهورية. اليوم الحل منفوت على نظام جديد، من كلنا سوا منشجع اللامركزية ونبلش نشتغل على نقاطها تتبلش البلدية ترتاح وتكون عن جد سلطة مستقلة عن الحكومة، لأنه اليوم بدنا وزارة الداخلية تتدخل، بنفس الوقت بنقول لا هي سلطة يعني فيها البلدية تضرب ضرب 60 وتوجع المواطنين بالجباية تبعها، وبنفس الوقت بنقول وين وزارة الداخلية. ففي عنا دايما مشكل وضعنا نقطة على السطر فيه. شكرا كثير هيني، كثير بعتقد نقطه ومعكم حق نفتش على حلول مش بس على الاضاءه على المشاكل. شو الحل؟ في شيء على المدى البعيد، في شيء على المدى القريب. على المدى البعيد النهار اللي مجلس النواب بيرجع يشرع، مجلس النواب ما بيقدر ما يشوف انه في ازمه كبيره على مستوى الرسوم، لازم هو يتدخل ويحدد اي اضعاف اي زياده بدها تكون على الرسوم البلديه. على المدى البعيد. على المدى القريب كل مواطن بيشعر انه هو عنده غبن بلاحق فيه بالزيادة اللي طرقت على بيته أو على محله، بيقدر يراجع فيه وسائل قضائية للمراجعة. لازم يعملها، لازم نتعود أنه نروح على القضاء وقت اللي فيه مشكلة من هذا النوع. ثلاثة، على المدى القريب كمان، نعم وزارة الداخلية عنده دور، بس عم برجع أركز على دور الرقابة مش دور الوصائي، لأنه الموضوع اللامركزية مثل ما دكتور جوزيفين عم بتقول، اللامركزية موجودة اليوم بالبلدية. نحن وقت عم نطرح اللامركزية الموسعة هي على مستوى مجالس أقضي، وهيدي ما رح تحل مشكلة البلديات، لأنه كنا حريصين وقت عملنا القانون أنه مش لأنه عم نعمل قانون جديد ولا مركزية موسعة منلغي دور البلديات أو منخلي صلاحياتها تكون أقل أو وارداتها أقل. كنا حريصين أنه تضل البلديات عندها ذات الصلاحيات وذات الواردات لبل تعزز الواردات. نعم. عشان هيك على المدى البعيد كمان بالتشريع نحن بحاجة لإقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة. نقطة على السطر. شكرا لك اليوم ضيفنا وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود. عنا اتصال ناخده سوا، مين معي؟ ألو مرحبا. مرحبتين. نصري بيلان معك. أهلا وسهلا فيك، تفضل. بس كنت عم بسمع أستاذ زياد. أنا بالنسبة للاعتراض على الرسوم أول شغلة بحب أقولها، نحن قدمنا اعتراض بمجلس شورى الدولة صار له أكثر من سنة وبعد لهلأ ما طلعت النتيجة. يعني مراجعة القضاء بهالأيام، إذا مجلس شورى الدولي سنة بعد ما أخذ قرار فيه، فكيف المواطن بده يروح على لجان الاعتراض بده يتعذب وما في ما رح يكون في نتيجة؟ هيدي بس حبيت شير لها. هلا بالنسبة للمشاكل اللي عم تمرق فيها البلديات، هي المشاكل أساسا مشاكل مالية طبعا، بس في عندك في بلديات مشكلتها أنه فيها كتير مصاري بس فيها هدر وسرقات. مثل مين؟ رح أقولها بكل صراحة، مثل بلدية ظهر الصوان. بلدية ظهر الصوان أول شيء زادت الرسوم سنة الماضية والسنة زادت أكثر من 60 مرة، يعني اللي هو فرق الدولار على اللبناني من 1005 إلى 80 ألف 90 ألف. وعندها كمان عندها موتورات، عندها شركة كهرباء، يعني استلمت هي هيدي البلدية استلمت شركة كهرباء بتعطي كهرباء للناس. الشيف الدفار تبعها عم بيكون بين 50 مليار و60 مليار بالسنة، يعني هيدا لازم يعطيها مارج ربح بين 20 و25% مينيموم حسب سعر وزارة الطاقة. يعني عم نحكي بعشرة مليار وفي عشرة مليار. في ملف قضائي مثل ما بعرف أنا موجود. لا. وين صار؟ رح أوصلك لهيدا. أي ما عنا وقت كتير، بدك تختصر. تفضل. أوكي، في 20 مليار، يعني عندها البلدية مصاري 20 مليار، هودي بتقدر تشتغل فيه وتعمل فيه مشاريع. لمبة ما بتضوي، إذا احترقت لمبة ما بتغيرها، مراية ما بتركب، ما في خدمات أبدا، صفر. نحن رحنا أول شيء على النيابة العامة المالية. إيه بس قلنا من الأخير مش من الأول، وصلتوا لوين بالملف القضائي؟ تفضل. طلع تقرير من ديوان المحاسبة بأكد إنه رئيس البلدية جوزيف غبريل مرتكب مخالفات إدارية ومالية وجزائية. بعد شو رح يصير؟ نعم. بعد شو رح يصير؟ طلع القرار وبعدين شو بيصير؟ طلع القرار تحول عند النيابة العامة المالية. نعم. النيابة العامة المالية الملف عندها يحوق أكثر من شهر بعد ما تخرجت. شكرا. نعم. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان.
هذا وضع المجالس البلديه للاسف. يعني اللي عم نسمعه كثير هيك محزن وما بيعطيك امل لقدام، انه حتى لو اشتكيت عند القضاء، القضاء بحولها لمحل محل وبتوقف، والمواطن بالاخر هو شو الحل؟ انا برايي اليوم الحل المواطن هو بده يعمل شغله. اكيد مجلس النواب لازم ياخذ قرار سريع ويعملنا قانون، وهيدا القانون يكون موافق عليه من البلديات، وتبلش البلديات تطبقه قبل موازنة 2024. بعد معنا فقط 20 يوم انه المجلس النيابي يبت بهذا القانون سريعا سريعا سريعا، تما يكون في ناس عم تضرب ب 20 وب 30 وب 40 وهلا عم نسمع ب 60. هيدا اول قرار لازم يصير تاني سريعا. ثاني شيء المواطن بده يقرب من بلدته ويبلش يراقبها من جوا، يشارك بلديته ويبلش يشارك باللجان اساسا. ثلاثة، على رئيس البلدية يفرض على مجلس البلدي تبعه يجتمع شهريا، واللي منه مجتمع بده يبعث ملف ويقول انه هيدا مستقيل. يعني ما بقى نمشي بالروتين انه في بلديات ما عم تجتمع لانه بس معلش في عندك عجز مالي، وشو ما بيعمل عجز اداري؟ العجز المالي بيعمل عجز اداري، ولكن اذا في مجلس منتخب من الناس بده يطبق النظام تبعه، بده يطبق القانون تبعه. نقطه على السطر، نقطه على السطر. شكرا لك خبيره بالتنميه المحليه والحكمية الدكتوره جوزيفين صغيب. انتهت حلقتنا، الى اللقاء بكره مع حلقه جديده.